أهلا بكم. حذر وزير الدفاع التركي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعميه سيكون هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية. وقال خلوصي أكار أن قوات حفتر وأنصاره لا يكون لديهم مكان للهرب. وأعاد وزير الدفاع التركي تهديده لحفتر قائلا إنه سينال الرد المناسب عندما يحين الوقت، وأضاف أن حفتر ليس لوحده وأن أطرافا أخرى تحاول القيام بأعمال تفوق قدراتها. تهديد الوزير التركي جاء بعد ساعات من زيارة قام بها إلى طرابلس، واعتبرتها الحكومة الليبية المؤقتة بمثابة قرع لطبول الحرب. هذا وقال مسؤول بالجيش الوطني الليبي أنهم سيردون على أي اعتداءات تركية بشكل مناسب وغير متوقع، مشددا على أن مصر شريك حقيقي في الأمن القومي الليبي. وصل وفد مصري أمني وسياسي إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة غير معلنة مسبقا، يضم نائب رئيس جهاز المخابرات العامة ومساعد وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في الحكومة المصرية.